هذه مديرية حوف، آخر المدن اليمنية المتاخمة لسلطنة عمان، وإحدى أهم مديريات محافظة المهرة. هنا تجد السكينة والسلام أينما ذهبت في أرجائها، وترى التكاتف بين سكانها بعد أن تخلت الدولة عن واجباتها نحوهم، وهم الذين لم يعرفوا منها خلال العقدين ونصف الماضيين سوى الاسم فقط. بالنسبة للدولة بس اسم بلا اسم. الآن بالنسبة للمجالس المحلية هذه الموجودة، صح اسم مجالس موجودة ولكن ماشي بيدها. الحديث عن الخدمات في المديرية البالغة تعداد سكانها أكثر من 8000 نسمة يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد تقرير صحفي يسلط الضوء عليها وهي الغائبة عن حياة أولئك السكان. فهذا هو المركز الصحي الوحيد بالمديرية، فرغم جمال مظهره الخارجي إلا أنه شبه متوقف عن العمل، فمنذ بنائه قبل أكثر من 12 عاما لم يتم تحديث أي من مستلزماته وتجهيزاته الطبية، فالمعدات متهالكة وشبه تالفة. أما الطاقم الطبي فهذه حكاية أخرى. أنا طبيب عام وأتحمل مدير مكتب الصحة وأتحمل مدير المستشفى. لا يوجد عندنا أخصائي باطني، لا يوجد عندنا أخصائي نساء وولادة، لا يوجد عندنا أخصائي جراحة، لا يوجد عندنا أخصائي تخدير. هذه الحاجات يعني كلها يجب أن تتوفر في مستشفى مديرية. ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فالمياه النقية والنظيفة هنا باتت من الرفاهيات التي قد لا يستطيع الجميع الحصول عليها. فمؤسسة المياه بالمديرية عبارة عن مشروع أهلي لا علاقة للدولة به، وهو متعثر لغياب الدعم عنه. بالنسبة للمياه، وضع المياه صعب، يعني هذه مؤسسة أهلية ما فيش أي دعم لهذه المؤسسة من قبل السلطة. والحال مشابه بالنسبة لمشروع النظافة، ما دفع بالأهالي إلى بناء ما يشبه الصناديق الحجرية لتجميع القمامة بداخلها وإحراقها فيما بعد. واقع معيشي وخدمي صعب، ذلك الذي يعيشه أبناء مديرية حوف في ظل تجاهل تام من قبل الدولة التي لم يروا منها سوى الاسم فقط. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية حوف، محافظة المهره.